نحن نعيش في أزمة هوية، والحرب على سوريا هي على حرب على هوية سوريا وانتماء سوريا وجذور سوريا. ونعرف منذ عهد العثمانيين إلى زمننا هذا الاقتلاع على الهوية العربية من، ولكن بصبرنا بصمودنا بالجيش العربي السوري بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد استطعنا أن نحافظ على هويتنا، على ترابنا، على تراثنا التاريخي وتراثنا الفكري الذي يضاهي كل تاريخ العالم. سوريا لا تعني هو الانتماء إلى حزب معين أو شريحة معينة أو عشيرة معينة أو طائفة معينة، لأن سوريا يجب أن تذوب فيها كل الأثنيات وكل الطوائف وكل العشائر لكي تكون سوريا فعلا رائدة للمفهوم القومي والوطني والإنساني لكل دول العالم وللأمة العربية عبر التاريخ. هذا ما أوجده تراثنا الأساسي في إثبات هذه المقولة الحقيقية. نحن نؤكد على الانتماء إلى تراب هذا الوطن، نؤكد إلى الانتماء لهذا الجيش العقائدي الجيش البطل، نؤكد الانتماء إلى علم الجمهورية العربية السورية الذي يمثلنا جميعا. الهوية هي ليس الهوية الشخصية التي يقال عنها، وإنما هي الهوية الوطنية التي تنصهر جميع الهويات في الهوية الوطنية. وإحنا كمعلمون جئنا إلى هذه القاعة لنعبر عن إرادتنا الحقيقة عن الهوية الوطنية السورية وانتمائنا سوري بحت. نلتقي اليوم في هذه الندوة حول الهوية الوطنية. نحن ننتمي إلى هويتنا التي هي سوريا. الوطن والذي لا ينتمي إلى وطنه ولا يشعر بحبه لتربته وأرضه هذا يكون دينه منقوص ولا يستطيع أن يكون منتميا إلى شيء. نحن نحتاج إلى دائما أن نشعر بوطننا بحاجة وننتمي إليه ونعبر بذلك عن لأبنائنا لأهلنا ننشئهم نشأة الخير والحب لهذا الوطن. الإنسان من دون هوية صعب يعيش، الإنسان من دون هوية يكون إنسان من دون هدف، والإنسان من دون هدف يكون إنسان فاشل ما يكون له أي مبادرة لحتى يسعى للأمام. فنسعى دائما للحفاظ على هذه الهوية السورية اللي نعتز فيها كل أيام حياتنا. الهوية والانتماء تعني لنا الوطنية أن نحب وطننا وأن نغار عليه، وكوننا كسوريين يجب أن نكون جامعين في الهوية السورية. ونحن كشعب سوري نحن متواجدين ومتحابين. نحن بكل فخر نفخر وين ما راح السوري، إن كان هون أو في بلاد تانية دائما يفتخر بانتمائه لوطننا الأم، وطننا سوريا.